عدوة الإنسان اللدودة ولا الصغيرة كذلك، لا، إن أصغر أعدائنا أصغر بكثير من ذلك. البكتيريا، الفيروسات، السموم هي الأعداء التي يجب أن نقاومها. في المعدة نستطيع أن نسبب التهابا قويا. الأنف مدخل سهل وهذا يسبب زكاما أو يسبب الحساسية وهذا يجعلهم يشعرون بالمرض. وماذا عن الإنفلونزا؟ ما قولك بإنفلونزا الكاريبي مع حمى عالية؟ تسميم المعدة هي أفضل فكرة. نستطيع الدخول ونثبت وضعنا بسهولة، فدفاعات الجسم كلها بلا فائدة. نحن حراس الجسم ويسعنا أن نقوم بهذه المهمة. يسموننا الكريات الليمفاوية باء، الكريات الليمفاوية والمتعددة الأنواع والخلايا المتهمة وأسماء كثيرة أخرى. نحن معروفون أيضا بالكريات البيضاء، وفي جسم الإنسان ملايين وملايين منا، حوالي 200,000 مرة أكثر من سكان الأرض في جسم واحد. إننا نحميه من الأجسام الغريبة وأي شيء يمكن أن يؤذيه. ولد معظمنا في مخ العظم. تولد 15 مليون كرية بيضاء جديدة في الجسم، وكلها بالكاد تملأ 3 ملاعق شاي كبيرة. ما هي السمينة، انظر إليها، انظر. حان الوقت لإرسالك إلى المدرسة لتتعلم الأدب. إنهم كبار ليذهبوا إلى المدرسة. حان يا أولاد، انتهى وقت اللعب، تجمعوا هنا. المدرسة وما هي؟ ماذا نفعل هنا؟ هل نلعب هنا؟ ما اسمها؟ الغدة الزعترية، مدرسة الخلايا البيضاء. لقد أصبح عمركم بضع ساعات الآن، وحان الوقت لتتعلموا ما يجب عمله. وما هي الغدة الزعترية؟ وأين تقع؟ اخبرنا. الغدة الزعترية هنا، إنها العضو الذي تتكون فيه دفاعات الجسم. عليكم أن تتعلموا التمييز بين الأعداء والأصدقاء.
وسوف تتعلمون القتال وتدبير هؤلاء الأعداء. ستكون حياتكم مليئة بالمغامرات حتى ولو لوقت قصير سوف ترون. ولن يكفي ما أضعناه من الوقت. هيا يا أولاد، هيا هيا هيا. والآن أيها الطلاب، أريدكم أن تلقوا نظرة على أعدائكم. انتبهوا جيدا، يجب عليكم أن تكونوا قادرين على معرفتهم من أول نظرة. هناك أنواع كثيرة من الفيروسات، وهي تحتاج خلايا الجسم للتكاثر، ولهذا فهي تغزو الخلايا وتدمرها، إنها تسبب جميع أنواع المرض مثل الإنفلونزا والخصبة، أبو الهيم، شلل الأطفال وغيرها. شاهدوا هذه الأفلام الحربية وسترون كيف تغزو. لقد كان مرض الجدري من الأمراض المعروفة، لكن شكرا لحملة التطعيم فقد ساعدتنا على استئصال المرض، لأنها وضعت الجنود المدافعين عن الجسم في حالة استنفار. جدا أن تعرف أعداءك. هذه بكتيريا، إنها تستقر في الزوايا الصغيرة لتتكاثر. إنها تسبب جدري الماء، البكتيريا، السل، التهاب السحايا وكثيرا من الأمراض. الآن هذه البكتيريا أستافيلوكوكس، إنها خطيرة جدا لأنها تعلمت مقاومة الكثير من أنواع الأدوية، يجب تدبيرها بلا رحمة. استيقظ، وإلا فإنك لن تعرف أعداءك. لكن مع ذلك هناك أيضا بكتيريا صديقة يحتاجها جسمنا، هناك الملايين منها تساعدنا على هضم الطعام وتصنيع الفيتامينات. بالطبع يجب ألا نهاجمها. أيها الملازم بيسي، هل تفضلين لحظة؟ بأمرك كولونيل. الملازم بيسي وهي من ألمع ضباطنا في قوة البوليس، ستقدم لكم بعض أصدقائكم زملائكم في الرحلة. في بعض الأوقات يتوجب الدخول في شرايين الدم، وهذه مهمة سهلة بالنسبة لنا كريات الدم البيضاء، لأننا قادرون على تغيير شكلنا. أصدقاؤنا بلازما الدم، البروتين، كتل الشحم، السكر، الأملاح المعدنية، الفيتامينات وكثير غيرها، وهؤلاء يشكلون نصف الدم. جميعهم تقريبا طعام للجسم، والجسم يحتاج باستمرار إلى تشكيلة واسعة من المواد لأنه يجدد نفسه باستمرار. النصف الثاني من الدم يتألف من حاملات الأكسجين التي تعطي الدم لونه، هن أيضا صديقات لنا، إنها كريات الدم الحمراء، والويحات الدم الصغيرة هذه هي التي تشفي جراحنا وتحافظ على سيولة الدم، وهن أيضا صديقاتنا، ولكن هذه الخلايا الصغيرة ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها. ويسعدنا دائما حماية هؤلاء الأصدقاء الصغار من العدو. لهذا ستفهمون أهمية معرفة من يجب مهاجمته أولا، فهذا ممكن الحدوث نتيجة ضعف التعليم، وعندما يحدث يصاب الجسم بفقر الدم. ماذا قالت؟ نداء إلى كابتن بيتر الصغير، نداء إلى كابتن بيتر الصغير. نعم يا سيدي. هل التحقت بنا من فضلك يا كابتن؟ يسعدني أن أقدم لكم رئيس البوليس الدري، كابتن بيتر الصغير.
سيخبركم الكابتن عن حلفائنا. ربما سمعتم من الكولونيل والملازم بيسي بأن مهمتنا قتال وتدمير كل الأجسام الغريبة المتطفلون الغزاة. نحن خلايا الدم البيضاء لنا أشكال مختلفة. نوع بي الليمفاوي يقاتل العدو بإسقاط المضادات المظلية. إننا نسقط 2000 في الثانية. 2000 في الثانية؟ تصدق هذا؟ هذه القوات لنوع واحد من الأعداء. اسمح لي يا كابتن، لماذا لنوع واحد فقط؟ لأن المضادات مبرمجة ضد نوع واحد من الأعداء فقط، وهي لا تستطيع التعرف على عدو آخر. أنا مترو رئيس قسم المضادات. هاي اشرح لهم. حسنا، نحن بالتحديد نوع جيم من فيروس الإنفلونزا، ولدينا مختصون في كل منطقة. هاي فكرت لحظونا جاهلا، لدي بعض المتسللين وأخشى أنني مضطر للاعتذار منكم لتلبية نداء الواجب والذي نقوم به بكل سرور. فالقيام بالواجب عمل ممتع دائما. سيدي، ماذا نفعل إذا كان العدو كثيرا ومعنا عربة بوليس واحدة؟ سؤال ممتاز. أولا، نحن لسنا وحدنا لوقت طويل، فالنجدة تأتي بمجرد أن نستدعيها. وثانيا، هناك طريقة انقسام الخلايا. لكن كيف يقومون بكل هذا؟ هدوء. ولدينا ثالثا وحدات تي المميتة. إنها نوع من الوحدات الخاصة، والذين ينضمون منكم إلى هذه الوحدات يجب أن يتذكروا أنهم يجب أن يقاتلوا جنبا إلى جنب، ولا تنسوا أن تخبروا القيادة بالوضع حتى يرسل لكم وحدات المدفعية طويلة المدى. هؤلاء يمثلون جزءا صغيرا فقط من خلايا الدم البيضاء، أما الجزء الأكبر فهم أصدقاؤنا متعددي النواة الذين يقاتلون العدو ولا يترددون في القضاء عليه أو بدء. أقدم لكم صديقنا الضابط جامبو الصغير. نحن جنود المشاة ولسنا من الضعفاء، شعارنا الموت للغزاة وتحقيق النصر مهما كانت الوسيلة. العملية متعبة للمعدة ضعيفة، لكن لا بد منها. في جسم الإنسان لا نجد فقط الأعداء الغزاة، ولكن نجد أيضا الغبار، الوسخ، الأجسام الثالثة ومختلف أنواع السموم. والتخلص من هذه الأجسام الغريبة هو المهمة الرئيسية لوحدات البلد، ومن بينها وحدة البالعات الكبيرة. ووجودهم يضم المكان نظيفا من الأوساخ والفيروسات والبكتيريا، كلها تختلف. تقصد أنها تحافظ على نظافة الأشياء حتى لا ننتقل أكثر بياضا؟ هذه الشفاطات تطلع كل شيء، حيا أو ميتا، عدوا أو صديقا. وهذه خلايا التمريض، إنها تقاوم الحساسية. من بين حلفائنا يجب أن لا أنسى صديقنا إنترفيرون الصغير، إنه مراسل سريع ينقل الأخبار للخلايا المجاورة عندما تهاجم إحداها.
انظر، ها هو قد وصل. شكرا لحضورك بسرعة. هناك غزو بيروتي، جميع المدافعين إلى مواقعهم حالا. الجميع إلى مواقعهم. باي. إنه مجرد استنفار بسيط لا يدعو للقلق. سنتابع درسنا، وحتى نقاتل الجدارة يجب أن نعرف من هو الصديق ومن هو العدو. إذا كانت لديك يا شكوك، تذكر أن جميع خلايا الجسم لها بطاقة هوية خاصة. لا يوجد خلية في العالم لها نفس الهوية. ارفعوا هويتكم لو سمحتم. هوية؟ لما لا أصل على واحدة؟ لأنه ليس لديك نواة. فكل واحد يعرف أن خلايا الدم الحمراء هم صديقاتنا. ولا تهاجم أحدا، ولا يمكن المدافعين عن الجسم والمتعلمين منهم أن يزعجوه. المتعلمين؟ ولم الخوف يا سمين؟ لم لا تدافع عن نفسك؟ لكننا هنا جميعا لنحميك يا هيم الطيب. اذهب الآن ولا تقلق. للدفاع عن خلايا الدم الحمراء وبقية عناصر الدم، يجب أن تدخل إلى شرايين الدم. الملازم بيسي أخبرتكم بأن ذلك أمرا سهلا، هل تذكرون؟ أترون مرونة أجسامنا؟ تساعدنا على الدخول إلى أي مكان، فلا تترددوا. والآن أجيبوني على الأسئلة التالية، ماذا ترون هنا؟ فيروس خطير، وهنا؟ خلية عنقودية. عداد مروهم. ماذا؟ أنت هناك في الخلف، أخبرني ما هذا. أظن أنها بكتيريا خطيرة. هذا خطأ، لو كنت تستمع بدل النوم لكنت عرفت. لقد فشلت وسوف تعيد هذا الصف. الآخرون ناجحون، أحسنتم، يمكنكم الانصراف. لاختراق الجدار. انتباه، إلى اليمين هناك خلية تثير الشك، تأكدوا من الأمر. وضع غير عادي، الخلية مريضة أيها الملازم، إنها تنتشر بسرعة، مخاطر الورم يجب أن تدمر حالا. ملاحظة جيدة، تدمير فوري. أيها الشباب، إبقاء عيوننا على الخلايا المتحولة هو من أولى مهماتنا، ولولا عملنا السريع لغزت الخلايا الأخرى.
مكاننا مباشرة يقع الوريد الوداجي، وسندخل الآن فيه، اتبعوني. نحن متجهون إلى الوريد العلوي وتجويف القلب، هدفنا الرئة اليمنى. نحن على وشك الوصول إلى الأذين الأيمن في القلب، تمسكوا جيدا، الطريق صعبة. هنا؟ حسناً، سنذهب إلى الرئتين. منطقة 37، من هنا تبدأ مهمتكم الأولى. سننفصل الآن وكل واحد يجب أن يحرس منطقته. حسناً، انطلقوا لكن ابقوا على اتصال. في الرئتين، هذه دوريتي 14، أنا داخل إحدى الشعب في الرئة اليمنى وعلى اتصال مع العالم الخارجي، كل شيء هادئ أيها الملازم. أبقوا عيونكم مفتوحة، أنتم في منطقة خطرة جدا، فمواد كثيرة تدخل إليها، راقبوا الفزاع جيدا. لا أحد هنا، هيا أسرع. هيا اخرجوا، لا تخافوا، لا أرى أي عدو. هدفنا هيئة العصابة هو الغشاء المخاطي لبدء مرض النمونيا. هذا ما تظن، هنا الدورية تي 14، أطلق الإنذار، يوجد عدوى بيروتية في القطاع 37، نوع الفيروس 346، أرسل الرد حالا. استلمت يا رقم 14 خلايا دم البيضاء في طريقها إليك. أما أنا سأبذل جهدي في قتالهم. لا تبدو سعيدة. لا نستطيع كسب هذه المعركة بعددنا القليل. كن صبورا وسترا. أوه، أنتم كليات باء الليمفاوية، هذا يغير الأشياء. لديكم قدرات كبيرة لكن يوجد أعداد مخيفة منهم. ألا تتذكر ما تعلمناه؟ نستطيع أن نتضاعف بالانقسام. فأنت قد شاركت بمهمة روتينية رقم 14.
تهاني على تقديرك الممتاز. شكرا. العدوى أزيلت. والآن ترون أن الدفاع عن الجسم يعتمد على اليقظة والمعلومات وطبعا التنسيق. حسنا، هناك مهمات أخرى في انتظاركم. بدون مركبة الشمس تشرق وقلبنا الصغير